السلام عليكم. عايزين نتكلم النهاردة في موضوع منتشر جدا على النت، القنوات اللي بتقعد تقولك الذكر ده لو قلته 1000 مرة ربنا هيستجيب لك، ولازم تبقى صليت ركعتين وتبقى ليلة جمعة وتبقى، وبيقعدوا يحطوا شروط كده للناس عشان يحسوا انها وصفة ومجربة فالناس تقتنع وتروح تعملها. وللأسف الناس بتروح تعملها وبتلاقي ان ربنا مش استجاب لها ولا شيء، ويقعد يقول لك ده انا لقيت الدنيا بتقفل معايا اكتر، انا كده ربنا مش بيحبني، انا كده ربنا بيعاقبني. وطبعا احنا ما ينفعش ابدا نتعامل مع رب العالمين بالشكل ده، لان ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ومشيئته في الدنيا ان لازم الدنيا تبقى فيها ابتلاء. كل انسان في الدنيا بيبقى مبتلى، كل نبي كان عنده ابتلاء، فالناس لازم تبتلى، وكل واحد زي ما ربنا بيبقى مقدر له الابتلاء بيبتليه. فربنا مش ابتلاك علشان بيعاقبك او عشان مش بيحبك او عشان كل الجمل اللي ايه بتتقال من الناس دي. طيب انت لما عملت الوصفة دي بتروح تقول لصاحبة القناة او صاحب القناة انا عملت الوصفة اللي انت قلتها وربنا ما استجابليش، يبتدي يقولك ايه انت ما عملتهاش بيقين، انت بس ما دومتش على الموضوع، انت بس تلاقي عشان عندك ذنوب كتير فلازم تعملها اكتر. تفضل داخل معاهم في الدايرة دي من مجربة لمجربة لمجربة لحد ما انت بتيأس وتحس ان كده ربنا مش عايز يستجيب لك مهما عملت. طب حضرتك اتوجهت لربنا اصلا بطريقة غلط. هو لو جينا مثلا الذكر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فكر كويس، يعني يا صاحب المشكلة او يلي نفسك تخلفي او تتجوزي او ربنا ينصرك او تحل اي مشكلة في حياتك، سيدنا يونس عليه السلام كان في بطن الحوت، مهما تصورنا البلاء وشدته اللي كان فيه سيدنا يونس عمر عقلك ما هيتصوره زي ما كان حاسس بيه سيدنا يونس وقتها. انت لو قاعد في اوضه وباب ما اتفتحش بسرعه، يعني انا نفسي لما ممكن يكون باب ما يتفتحش بسرعه بيجيلي اختناق وبتضايق يعني بحس بتوتر فظيع ان الباب ما اتفتحش بسرعه، فما بالك ان سيدنا يونس عليه السلام كان محبوس في بطن حوت في ضلمه، يعني بلاء شديد جدا. طيب سيدنا يونس قال ايه؟ قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طب انت شفت ان سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ان سيدنا يونس قعد صلى ركعتين وكانت ليلة جمعة وقعد يقول الذكر ده 1000 مرة وقعد يكرره مش عارف كم مرة، الحاجات الوصفات الغريبة اللي الناس بيقعدوا يقولوها عشان تتوجه لربنا بأي دعاء انت عايزه. انت شفت ان سيدنا يونس عمل كده؟ لا. طب حضرتك لما بتمسك الدعاء ده وتقعد تقوله 10,000 مرة وتكرره بالشهور بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش لدعوتك. ليه؟ لان المطلوب من حضرتك مش اعداد، المطلوب من حضرتك قلبك يقينك ان انت تقول الذكر وانت عندك يقين واحساس ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك. سيدنا يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني شهد لله بالوحدانيه، نزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، قال اني كنت من الظالمين، رجع كل شيء لنفسه هو، ان اي حاجه حصلت منه هو. فانت دلوقتي لما تتوجه لرب العالمين بالذكر ده تبقى انت من قلبك وانت بتكلم ربنا انت بتشهد لله بالوحدانيه، تقول لربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني بتشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه، بتنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، بترجع اي حاجه حاصله لك لنفسك ان انت اللي ظالم وان انت اللي غلطان وان انت اللي كان عندك تقصير. طيب بالله عليكم انتوا عشان تقولوا المعاني دي وتطلع من قلبكم ومن عقلكم وتتوجهوا لرب العالمين بطريقه كويسه فيها خشوع وتركيز، انت وانت بتقول الأعداد 1000 مرة و5000 مرة و10,000 مرة انت ذهنك وعقلك بيبقى حاضر؟ لا، انت كل اللي شغلك انك تخلص ال1000 مرة اللي انت هتعملها النهاردة، بتفضل مركز السبحة انا وصلت لكام، 500 400 ده فاضل لي مش عارف ايه عشان اخلص، وخلاص قعد اول يوم بيفضل تحس بقى بحمل جديد ان انت لسه هتقول ال1000 لسه هتقول ال1000 انا مش حاسس لسه بنتيجة، تبتدي ايه تيأس وتسكت وما تكملش، لان انت اللي بتتوجه غلط. ربنا سبحانه وتعالى مش عايز منك اعداد، انت مش داخل منافسه مع حد من زمايلك عايز تخلص العدد ده بسرعه، هو انت داخل دلوقتي
منافسة في أرقام عايز تخلصها بسرعة. ايه الطريقة دي يا جماعة اللي بتتعاملوا بيها مع ربنا؟ انت ممكن تقول الذكر مرة واحدة من قلبك ربنا يستجيب لك، وممكن تقعد تقوله 10,000 مرة بس مجرد أعداد بتقولها ربنا ما يستجيب لكش. نيجي بقى للسور القرآن، في قنوات كتير قوي قوي دلوقتي بقت منتشرة، يعني مخصصين كل سورة لحاجة معينة، يقول لك سورة كذا للخلفة، سورة كذا للنصر على الأعداء، آية كذا عشان ربنا يستجيب لك بس قولها مش عارفة مليون مرة. ايه يا جماعة ده؟ ايه الجرأة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا خلاص وظفتوا القرآن ان هو عبارة عن سور، كل سورة عشان تعمل لك حاجة في حياتك؟ هو انتوا شايفين القرآن كده؟ انتوا بقيتوا حاطين القرآن في نظركم ان هو عبارة عن سور تتقال بشكل معين وبأعداد معينة عشان يحصل لك حاجة معينة؟ انتوا ازاي كده؟ انتوا شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام بقى بيكلمنا عن القرآن وعن سور القرآن، في سور الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عن فضائلها، لكن انتوا شفتوا ان الرسول كل ما سورة تنزل يقول لك السورة كذا ديت لما تيجوا عندكم مشكلة بقولوها، السورة دي لما تبقوا مش عارفين تخلفوا بقولوها. ايه يا جماعة التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ انا يعني مش بعيب بس على بتوع القنوات، لا انا بعيب كمان على الناس اللي بينفذوا. هو انتوا مش بتقروا قرآن؟ هو انتوا مش بتبقوا عارفين حاجة عن القرآن؟ يعني انتوا مش عارفين قيمة القرآن؟ ما بتقروش احاديث؟ ما بتقروش الآيات وتعرفوا قيمة القرآن وإيه المطلوب منك وانت بتقرأ القرآن وليه تقرأ القرآن؟ إيه ده؟ انتوا يعني المشكلة أو العيب أو الخطأ مش بيقع بس على أصحاب القنوات دي، لأ انت يلي داخل تنفذ كلام اللي بيقوله لك ده. هو أولا بيقول الكلام ده لأنه بيتاجر بالدين، هو عايز مشاهدات فبيقعد يقولك. طب اسألوا نفسكم سؤال، بعض القنوات بتبقى كاتبة أقسم بالله الآية دي تخليك مليونير، طيب حضرتك يلي أنت عايزني أنا أبقى مليونير لما أقول الآيات دي؟ أو أقسم بالله مشاهداتك هتزيد وتبقى ملايين لما تعمل الآية دي، وتبص على مشاهداته نفسها ما تتعداش 1,000 مشاهدة. طب ما عملتش أنت الكلام ده لنفسك ليه وبقيت مليونير ووفرت على نفسك إنك تقعد تسجل وتعمل مونتاج وتنتظر مشاهدات ولسه قناتك هتكبر ولسه مش عارف إيه؟ ما عملتش نفسك كده ليه؟ اللي عنده مشكلة ومحتاج حاجة من ربنا فكر كويس، انت قاعد بتسمع مين وقاعد بتسمع ايه بيتقالك؟ ليه بتسيبه الطريق الصح واللي ربنا قال لنا عليه ازاي لما يبقى عندك مشكلة تطلع منها، ازاي لما يبقى عندك حاجة عايزها من ربنا تعمل ايه، او كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بايه نعمله لما نبقى في ضيق في خنقة محتاجين شيء من ربنا عايزين ربنا يستجيب لنا؟ ليه بتسيبوا الطريق ده الصح الواضح اللي يوصلكوا لرب العالمين سبحانه وتعالى يرضى عنكوا ويستجيب لدعوتكوا ويفك كربكوا، وتروحوا الناس زيها زيكوا عندها مشاكل؟ انتوا لو دورتوا على بتوع القنوات دي هتلاقي عندها ملايين المشاكل، بس مش هتطلع طبعا تقولها لكم على القنوات، هما بيتاجروا بالدين. بس اللي انا مش عارفاه هو ليه الناس دي محدش بيوقف لها واقفة؟ ليه؟ ليه القنوات دي محدش بيوقف لها واقفة؟ انتوا للأسف بتتاجروا بالدين عشان الفلوس، وللأسف في ناس بتدخل تصدقكم، وبعدين تلاقي كومنتات من فوق كده أول ما الفيديو ينزل أقسم بالله أنا عملت، أقسم بالله ربنا استجاب لي. انتوا مش عارفكم إن الناس دي مش منهم هم؟ لأن انت لو بصيت لبقية التعليقات اللي تحت هتلاقي انا عملتها بس ربنا لسه ما استجابليش. طبيعي يتقال لها ايه؟ اصل انتي ما قلتيش بيقين، اصل انتي مش عارفه اكيد ما صليتيش الصلاه بيقين، اصل انتي مش في ايه في ايه. ولازم يعني شروط معينه للمجربه عشان انت تحس انها هتجيب نتيجه، يقعد يقول لك لازم ركعتين ليله الجمعه، ولازم تبقى ده، في ناس يقول لك لازم تبقى لابس ابيض في ابيض، لازم مش عارفه تبقى مولع بخور. ايه يا جماعه اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ليه بتصعبوا الامور على الناس كده؟ رب العالمين سبحانه وتعالى مجيب وكريم وحاسس بتعبك وألمك، انت لما تدعي بقلبك وبيقين
وبتبقى واثق ان ربنا يوقف جنبك، بيوقف جنبك. ده في ناس بتدعي الدعوة من قلبها، يعني ما بتاخدش اي وقت وربنا بيستجيب لها، لان دعت بيقين ودعت بقلب، لا قعدت بقى رابطة نفسها باعداد ولا. انت ترتبط بالاعداد اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها لك فقط في بعض الاذكار، سواء في اذكار المساء والصباح او اذكار، يعني لما بتنهي صلاتك المفروضة في اذكار بتقولها وتسبيحات بتقولها، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الاعداد فيها، هي دي بس اللي انت ملتزم بيها. انما عشان ربنا يفك كربك تقول 10,000 و5,000، بالله عليك وانت بتقول 5,000 ذكر، انت يعني بتبقى سامع نفسك بتقول ايه، بتبقى في صوصوة كده طالعة من بقك زي البغبغان. البغبغان ان انت لو قلت له قول استغفر الله العظيم، هيقعد يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، انت بتبقى زيه بالظبط. بتمنى بقى يعني تركزوا، يعني انتوا بتضيعوا من حياتكم شهور، والاسم ان انتوا بتذكروا والاسم ان انتوا بتسبحوا عشان ربنا يقف جنبكم، وبتطلعوا بالنتيجة ايه؟ تتخنقوا وتتضايقوا وتقولوا انا ربنا ما استجابليش، عشان ربنا مش راضي عني، عشان ربنا ما بيحبنيش، عشان ربنا بيعاقبني. لازم نبطل الكلام ده بقى ونتعامل مع رب العالمين بطريقة صح. شكرا.